خليني اروح للصديق العزيز الدكتور فتحي شمس الدين الخبير في الاعلام الرقمي معايا الان. دكتور فتحي مساء الخير. مساء الخير على حضرتك يا دكتور وعلى كل الساده المشاهدين يا فندم. يعني من يقف وراء نشر هذه الشائعات في هذا الوقت بالذات؟ أنا عايز أقول لحضرتك خلينا بس نتفق في البداية أو نوضح للسادة المشاهدين إن الدولة المصرية بتتعرض يوميا لعشرات الشائعات اللي بتنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي تحديدا، والتكنيك ده بيقوم بيه الجماعات المضادة للدولة المصرية واللي ليها أهداف لإشاعة البلبلة والاضطرابات في البلد من خلال إن هي بتنشر عدد كبير جدا من الشائعات يوميا، ولما بتكون في شائعة بتمس قطاع كبير من المواطنين أو بيكون في تفاعل مع هذه الشائعة عند قطاع كبير من المواطنين بتبتدي هذه الجماعات من خلال ما يعرف بالميليشيات الإلكترونية اللي بتبقى مخصصة لدعم هذه الشائعات على شبكات التواصل الاجتماعي تقوم بتضخيمها وتقوم بإعادة نشرها على نطاق أوسع. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى ان الجماعات الإرهابية والمضادة للدولة المصرية بتعمل زي بالونة اختبار، بتنشر مثلا في اليوم ما لا يقل عن 100 شائعة وبتشوف مين اكتر 5 شائعات بيتم التفاعل حواليهم، ثم تقوم بتضخيمهم وإعادة نشرهم من خلال ميليشياتها الإلكترونية لإثارة البلبلة في المجتمع المصري. المثالين اللي حضرتك ضربت عليهم المثال المنشور المزيف المنسوب لمجلس الوزراء، لو احنا تفحصنا هذا المنشور هنلاقي اصلا ان مكتوب عليه تاريخ يوم 28 وهو مثلا كان ابتدى ينتشر بالامس يوم 23 28 نوفمبر يعني 11 بالضبط 28 يعني لسه يعني تاريخه ما جاش، وهذا الامر هو امر مقصود ايضا، يعني هو مقصود ان هو ده يعني كانه نوع من انواع التسريبات اللي بينسب الى السبق الصحفي او الاعلامي من خلال هذه الميليشيات المزيفه لاثاره البلبله في المجتمع، بالاضافه الى انه يعني بعين الخبير نستطيع ان احنا نبين او نوضح كذب او عدم صحه هذا المنشور. وانا في دعني اقول لحضرتك وللساده المشاهدين نقطه في غايه الاهميه، اي منشور اي خبر اي صوره اي موضوع تجده ينتشر على شبكات التواصل الاجتماعي في اكتر من طريقه تقدر ان حضرتك تحدد بيهم صدق أو زيف هذا المنشور. أول نقطة يجب أن تتأكد أن يكون هذا المنشور أو هذا الصورة أو هذا الموضوع منشور من مصدر رسمي، يجب أن يكون مرفق بلينك لتفاصيل الخبر، يجب أن يكون موجود على أكثر من مصدر، يعني موجود في بوابة سين بوابة صاد من البوابات الإلكترونية الإخبارية وأيضا موجود على الشانل الرسمية. والنقطة الفارقة هنا التي يعني كانت التي تحسب إلى الدولة المصرية إلى أن صدر يعني تكذيب سريع جدا عندما بدأ هذا المنشور في الانتشار، واحنا دايما بنقول ان الشائعات تنتشر عندما لا يكون هناك مصادر معلومات تنفي هذه الشائعة. صحيح. فلكي نواجه الشائعة يجب ان نقوم بنشر المعلومات بصورة سريعة، ويجب ان اؤكد على حضرتك والسادة المشاهدين ألا ننساق إلى كل ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي. 90% وإن لم يكن أكثر من محتوى شبكات التواصل الاجتماعي المعلوماتي في الغالب بيكون غير صحيح ويكون موجه، والدولة المصرية تتعرض باستمرار لحملات ممنهجة من الميليشيات الإلكترونية للجماعات الإرهابية في قطر أو تركيا لإثارة البلبلة في الدولة المصرية، وده إحنا كباحثين وكمحللين لشبكات التواصل الاجتماعي بنرصده يوميا. وبالتالي يمكن سؤالنا دكتور فتحي يعني المستقبل القريب الأيام اللي جاية قد تحمل لنا برضو يعني شائعات في مجالات مختلفة، لكن اللي أنا عايز أقوله أنه هم بيختاروا أو بيعرفوا يختاروا الموضوع اللي بيطلقوا بشأنه شائعة، مش كده؟ أنا قلت لحضرتك في بداية حديثي هم بيعملوا ما يشبه بالونة الاختبار. يا دكتور عمرو، إحنا الدولة المصرية بتتعرض لعشرات الشائعات يومياً، كل يوم نطلع كده نصحى من الصبح واحنا بنرصد شبكات التواصل الاجتماعي وبنحلل الموضوعات الموجودة فيها نجد عشرات الشائعات. عندما تلامس شائعة ما اهتمامات المواطنين الغير متخصصين على شبكات التواصل الاجتماعي يبتدوا يشتغلوا عليها،
بالظبط بيتم تضخيمها من خلال ميليشياتهم الالكترونيه. وطبعا هم بيختاروا الموضوعات على حسب الازمات التي تحدث او الاحداث التي تحدث. يعني احنا عندنا دلوقتي زياده اعداد فيروس كورونا في المجتمع المصري، فنجد ان هو الموضوع متعلق بالكورونا، نجد عندما يتحدث عن الدعم، يتحدث عن موضوعات الصحه، نتحدث عن اي موضوع من الممكن ان هو يشكل اهميه لدى القاعده الجماهيريه الكبيره في المجتمع المصري. ولكن أؤكد على سيادتك وعلى السادة المشاهدين للمرة الثالثة أنه يجب ألا يعني أي خبر ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي أن نتأكد منه مرة واثنين وثلاثة، لأن غالبية الأخبار التي تنشر على شبكات التواصل الاجتماعي تحديدا هي أخبار غير صحيحة. وعايز ألفت نظر لحضرتك لحتة مهمة قوي. إحنا دايما كنا بنقول زمان إيه، ما تصدقش الخبر غير لما تشوفه بعينيك. احنا دلوقتي حتى لو شفت الخبر بعينيك ما تصدقوش غير لما تتاكد من مصادره الرسميه، لان في برامج وتقنيات ابرزها دلوقتي التقنيه اسمها الديب فيك. هذه التقنيه تقوم بتغيير الصوت وتغيير الشكل وتغيير المنظور بشكل عام وتعطيك ايهام بشكل معلومه تانية خالص. يعني انا ممكن اجيب برنامج من برامج حضرتك واخد حركات وشك واخد الايماءات الخاصه بيك واحط واخد نفس التون بتاع الصوت بتاعك وخليك تقول كلام انت ما قلتوش واخلي حضرتك تقول كان حضرتك قلته بالظبط. يعني ربنا يستر يا دكتور فتحي، الموضوع بقى خطير جدا يا دكتور حقيقي والله. ربنا يستر. اشكرك شكرا جزيلا. موضوع يعني لابد له لنا من عوده له باذن الله مع الدكتور فتحي شمس الدين الخبير في الاعلام الرقمي. شكرا جزيلا.